أهلا بكم. تصاعد حدة وشراسة التظاهرات الشعبية في البصرة غضبا وسخطا على سوء الخدمات العامة وشحة المياه وتلوثها ونقص الكهرباء وتفشي البطالة في ظل تجاهل حكومي كامل لمعاناة سكان المحافظة. أضرم المتظاهرون الساخطون النار في القنصلية الإيرانية في البصرة وفي معظم مقرات الأحزاب الطائفية والميليشيات وفرق الموت ومبنى ديوان المحافظة ومجلسها ومنازل عدد من القياديين في ميليشيات الحشد الطائفي. التصعيد غير المسبوق في تظاهرات البصرة هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ما زالت مطالب المتظاهرين في البصرة وسواها تحت سقف الحاجات الخدمية العامة بعد هذه الحدة التي اتسمت بها مؤخراً؟ وهل يمكن اعتبار هذه التظاهرات الساخطة ثورة شعبية حقيقية أو هي إرهاصات جدية لثورة شعبية قادمة؟ وهل ستبقى هذه التظاهرات محصورة في البصرة وعدد من مدن الجنوب؟ أم أن شرارتها مرشحة للانتقال إلى بقية المحافظات ذات المعاناة نفسها؟ وما هي الرسالة التي أراد المتظاهرون إرسالها بإحراقهم مقرات الأحزاب الطائفية والميليشيات وفرق الموت الخاصة والقنصلية الإيرانية في البصرة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، لقاء مكي. تفجرت الاحتجاجات الشعبية في البصرة في أوائل تموز الماضي بسبب انعدام الخدمات الأساسية وشحة المياه وازدياد نسب التلوث فيها. جوبهت هذه المظاهرات بالرصاص من القوات الحكومية والميليشيات، فقتل نحو 24 متظاهرا وجرح مئات آخرون. استمرت المظاهرات برغم التعهدات الحكومية بإصلاح الوضع في البصرة، وتمددت إلى بقية مدن الجنوب وصولاً إلى بغداد بسبب فقدان المتظاهرين وسكان الجنوب الثقة تماماً بالحكومة وكل الطبقة السياسية. لم تحل الإجراءات الترقيعية في معالجة الكوارث في البصرة دون الانفجار الكبير الذي حدث يوم 6 أيلول، عندما قام المتظاهرون بإحراق كل مقرات الأحزاب الطائفية والميليشيات في المدينة في رسالة واضحة تحمل كل قوى العملية السياسية المسؤولية دون استثناء أي منهم إلى ما آلت إليه الأوضاع في البصرة وفي العراق عموما. لم يخفف من الغليان الشعبي في البصرة دخول مرجعية النجف على خط الأزمة عبر إرسال ممثلها أحمد الصافي إلى البصرة، الذي أقر لاحقا أن الفساد الحكومي في المحافظة مرعب بشكل لا يمكن تخيله. المرجعية مو اجت للبصرة تسوحت، يعد روايكم الخاطر الله والسواد انقضت. المتظاهرون لم يستثنوا حتى المرجعية الدينية من تحميلها المسؤولية عن معاناتهم المتفاقمة بسبب دعمها مافيات الفساد الحكومي وصمتها عما يتعرضون له من قمع وبطش، لا سيما من الميليشيات وفرق الموت التي تناسلت بفعل فتواها في الجهاد الكفائي، والتي عززت من بطش هذه التنظيمات الطائفية المسلحة ذات الولاء لمرشد إيران خامنئي. الحكومة ضعيفة ما سوت شيء، لا تهمونا. وبدل البحث عن الحلول الناجعة والجدية لمشاكل البصرة وبقية محافظات العراق التي تراكمت منذ 15 سنة، انخرط شركاء العملية السياسية في تراشق الاتهامات والمسؤولية عن هذا الانحدار العام في البلد، لا سيما تهم العمالة للخارج وتنفيذ الأجندات الخارجية في ظل انسداد كامل للأفق السياسي، وهو ما تمثل في الفشل والعجز عن تشكيل الحكومة الجديدة برغم مضي أكثر من 4 شهور على إجراء الانتخابات البرلمانية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث في التطورات الخطيرة في البصرة بعد تزايد حدة التظاهرات وشراستها. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين. سيكون معنا من الدوحة عبر الهاتف الأكاديمي والباحث السياسي العراقي الدكتور لقاء مكي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. الدكتور رافع الفلاحي، بعد هذه الشراسة، هذا العنفوان الذي اتسمت به تظاهرات البصرة يوم أمس وما قبل أمس بإحراق كل مقرات الأحزاب الطائفية والميليشيات وفرق الموت الخاصة والقنصلية الإيرانية، هل ما زال القول صحيحا أن هذه التظاهرات تظاهرات مطلبية خدمية على أشياء تتعلق ب
الخدمات العامة في البصرة، وأيضا احتجاجا على الفساد الحكومي المستشري في البصرة وغير البصرة، لا زالت تظاهرات مطلبية احتجاجية خدمية أم أنها تجاوزت هذه العتبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، بالتأكيد هذه التظاهرات يعني ما عادت أبدا تتعلق بقضية مياه صالحة للشرب، خدمات، كهرباء، ما عادت بهذا الشكل. التظاهرات عندما يعني تحرق مكاتب الأحزاب، مقراتهم، المحافظة، واضح ماذا تقصد هذه التظاهرات. ربما يعني دعني أولا أقول أنه بداية هذه التظاهرات كانت من سنوات قديمة جدا. أول تظاهرات خرجت في العراق ضد ما يحدث ضد الخدمات كانت في البصرة، تظاهرات الكهرباء لو نذكر. لكن مع مرور الأيام بعد 15 سنة، أكثر من 15 سنة، عندما تفقد الخدمات، لا كهرباء، لا ماء، لا صحة، لا تعليم جيد، لا خدمة، لا أمن مستتب، بطالة عالية، فقر، خراب في كل مكان، هذا يجعل أهل البصرة ينظرون وكل المدن العراقية، لكن البصرة خصوصية كونها أرض النفط، كونها هي التي تصدر أكثر من 80% من نفط العراق، تأتي بأموال كلها من البصرة. نعم. فبالتالي أهلها ينظرون إلى الموضوع نظرة أخرى، نظرة إضافية غير النظرة العراقية الأخرى، من غير محافظات، من غير المدن. يعني يعتقدون أنه هو اعتقادهم صحيح أن أرضهم هي التي يخرج منها النفط، لكن نسبة العاملين في هذه الشركات النفطية من أهل البصرة وعموم العراق تتجاوز 1%، مثل ما نعرف أن كل هذه الشركات أجنبية ولا توظف العراقيين، والبطالة عالية تتجاوز 60-65%، فقر كبير، جهل، أمية، خدمات معدومة، مياه آسنة، وصلت الحالات أكثر من 40 حالة تسمم بالمياه، والحكومة تعد، حكومات المتتالية تعد بتوفير الخدمات وتعد بتقديم شيء للبصرة ولا تقدم. فبالتالي هذه التظاهرات يرتفع سقفها مع مرور الوقت. البصرة تسجل النسبة الأعلى من الإصابة بالأمراض السرطانية والإشعاعية. نعم، هي البصرة المدينة رقم واحد بالإصابات السرطانية، ربما بعدها الفلوجة ربما، لكن البصرة استخدم الأمريكان اليورانيوم المنظب عليها بشكل قوي جدا جدا، وكان يعني الحالات السرطانية ستمتد لعقود طويلة وعديدة، مثل ما يعني تشير مراكز دراسات علمية ومتخصصة في هذا الموضوع. هذا جانب. الجانب الآخر، حرق المقرات، حرق كل الدوائر الرسمية التي لها علاقة والأمنية التي لها علاقة بالمواطن أو بالمحافظة، لها علاقة بالحكومة، لها علاقة بأحزابها، بالعملية السياسية، واضح الرسالة اللي دكتور بيه. إذا اسمح لي سنتحدث عن الرسالة التي أراد المتظاهرون إيصالها عبر هذا العنفوان أو العنف في إحراق مقرات الأحزاب والميليشيات والقنصلية الإيرانية في سياق هذه الحلقة. دكتور عبد الحميد العاني، التظاهرات بدأت في تموز، الآن حوالي 3 أشهر داخلين على الشهر الرابع، ازدادت وتيرتها بشكل لافت. كانت يعني التظاهرات هناك سرعة كبيرة في أن تتحول من مطالب أو تظاهرات مطلبية تتعلق بالخدمات العامة، بالبطالة، بالتعليم، بالصحة، بمياه صالح للشرب، إلى سقف سياسي مرتفع جدا إلى أقصى الجانب السياسي. برأيك لماذا هذا التحول السريع في وقت قياسي نوعا ما؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بداية أكمل على ما ذكره الدكتور رافع بأنه هذه المطلبية أو المطالب التي رفعها هؤلاء المتظاهرون بسبب خصوصية البصرة. خصوصية ثانية وهي أنه الحرارة العالية جدا والرطوبة التي دفعتهم إلى هذه الانتفاض في البداية. ثانيا، يجب أنه لا ننسى ولا نفصل بين هذه التظاهرات والشعارات التي رفعت فيها وبين ما سبق الانتخابات، وتحديدا دعاة المقاطعة للانتخابات. فكثيرا من الشعارات التي هي وصلت اليوم هي كانت قد رفعت وتكلم بها ناس آخرون في تلك الفترة، وهذا يعني أنه هذا الوعي هو ليس طارئا وليس جديدا. ثانيا، حينما نتحدث عن
مطالب لهؤلاء الناس كالماء والكهرباء هي ربما تكون في محافظات أخرى قد تكون ترفية، لكن هنا تحديدا هي لا تصلح للحياة أصبحت، يعني لا الماء ولا الخدمات الأخرى التي هي ضعيفة جدا، لم يعد الناس قادرون على تحمل هذا الحال عفوا، فأصبحت القضية حياة أو موت بالنسبة للأهالي. في مقابل هذا كله لم يكن هنالك أي تحرك حكومي في هذه المدة لحل جزء من هذه الأزمات التي حدثت عند أو في البصرة وفي المحافظات الأخرى، ولذا بل حاولت الحكومة الحالية برئيسها رئيس الحكومة وغيره محاولة خداع الناس، بينما نحن نعرف أن الناس اليوم قد وصلوا إلى درجة عالية كبيرة جدا من الوعي، لذا انقلبت هذه الوعود أو هذا الخداع، منها الوعود الإعلامية للاستهلاك الإعلامي الذي حاوله العبادي، بعض القرارات التي هي في حقيقتها ضحك، محاولة الضحك على الناس، محاولة امتصاص الصدمة، كل هذا فسره الناس على أنه هذا استخفاف حقيقي بالأزمة واستخفاف حقيقي بالناس، وهنالك مراهنة على أن الناس ستتعب وستعود إلى بيوتها، لذلك هذا انقلب وجاء بنتائج عكسية، فجعل الناس تتصاعد مطالبهم وتتصاعد ثورتهم، وتحمس مزيد من الشباب إلى الانخراط في هذه التظاهرات، وربما إذا استمرت أيضا ربما سيلتحق بها أكثر وأكثر، ولا سيما حينما يرى الناس في المحافظات الأخرى تسجيلا لبعض الانتصارات عندهم. نتحدث عن الآفاق المستقبلية للتظاهرات إذا ما ظلت مستمرة بهذه الوتيرة أو أنها ربما يعني تتصاعد. دكتور لقائمك مساء الخير أولا. مساء الخير أهلا. بعد أن هذه الحدة أو الشراسة وهذه النقطة من العنفوان التي وصلت إليها التظاهرات في البصرة بإحراق مقرات كل الأحزاب والميليشيات والقنصلية الإيرانية ومنازل قياديين في الحشد، ميليشيا الحشد، وقياديين في أيضا بقية الميليشيات، هل بإمكان الحكومة، هل يمكن تصور إرجاع هذا الحراك الشعبي إلى صفته الأولى المطلبية بعد بلوغه هذه النقطة أو هذا السقف السياسي المرتفع والمرتفع جدا بإجراءات حكومية لا زالت تسطيحية ترقيعية ولا لم تتصف بالجدية، هذا إذا كانت هناك من إجراءات أصلا؟ نعم، شكرا جزيلا وتحية لك ولضيوفك الكرام. أهلا وسهلا دكتور. الحقيقة ربما حتى لو جرت وعود، رغم أن هذا لم يتحقق في المرة الماضية وتحقق هذه المرة أيضا ما زال محل شك، لكن فرضا نظريا حتى لو جرى تنفيذ بعض الوعود بتوفير مياه صالحة للشرب مثلا أو كهرباء أو فرص عمل، وهذا أمر صعب، يعني ممكن الماء يتوفر لكن فرص العمل تظل صعب أصبح الدورة الثانية والثالثة المستشفى عليه حتى لو جرى ذلك الطريق، لأن الداعي ما حصل في البصرة بشكل واضح. دكتور اسمح لي فقط خليني أستوضح من الأخوة، الصوت غير واضح أو مو طبيعي عندنا وعند المشاهدين، لو بس عندنا مو طبيعي اسمح لي دكتور رجاء، خل بس تفضل أكو مشكلة بالاتصال، ممكن دكتور تغير مكانك حتى الصوت يصلنا بشكل أوضح إذا سمحت. والله أنا بس الشارع أحكي لك يعني. الله يعينك. ماشي تفضل دكتور ماشي. يعني. نعم. على كل حال أعتقد أن المناخ السياسي كله سيتأثر في مهاجرة حتى لو مظاهرات. حقيقة هذه المظاهرات ربما أقول ربما لن تستمر على وتيرتها الحالية إذا ما جرى تنفيذ بعض المطالب، لكن التداعيات هي ما تستمر، هذا في حال استمر السوء في المدينة. لا ننسى أن الشيات بيان صدر اليوم نزلت الشارع، وأيضا الجيش هناك
نعم. يمكن فقدنا الاتصال مع الدكتور. طيب دكتور، ممكن يعني تصل إلى نقطة ممكن حتى نسمع صوتك بشكل يعني أوضح. دكتور رافع، يعني ما دامت معاناة الناس في العراق يعني واحدة، الفشل واحد، عمر اليوم 15 سنة، وهناك إقرار بالفشل حتى من أصحاب الفشل من شركاء العملية السياسية والحكومات، إزاء هذه الصورة، هل يتوقع أن هذه التظاهرات بهذه الحدة أن تنتقل إلى بقية المدن والمناطق الأخرى؟ هي التظاهرات في تموز وصلت إلى بغداد، لكن بهذه الشراسة أن تنتقل بهذه النسخة من الشراسة والحدة إلى بقية المدن والمحافظات على اعتبار أنه المعاناة واحدة؟ نعم، ربما إذا سألنا سؤال آخر، نعم، هل باستطاعة هذه الحكومة أو الحكومة القادمة أو هذا النظام المشكل في إطار هذه العملية السياسية بهذه الطريقة اللي تابعناها واللي عاشها أهل العراق من عام 2003 لحد الآن، هل باستطاعة أي نظام في ظل هذا الإطار أن يقدم شيئا يرفع عن كاهل العراقيين كل هذه المعاناة، يرفع عن كاهل هذه المدن، عن الناس كل هذه المعاناة اللي تتمثل بفقدان الخدمات، يعيد كل الخدمات، يوفر فرص عمل لكل الشباب، يوفر تعليم جيد، يوفر صحة جيدة، يوفر وطن موفور الكرامة والاستقلال والحرية والكرامة، هل يستطيع؟ بالتأكيد 100% لا يحتاج إلى نقاش، لن تستطيع لا هذه الحكومة ولن تفعلها كل هذه الحكومات التي مرت من عام 2003 لحد الآن، ولن تستطيع أي حكومة قادمة مهما كان شكلها أن تفعل ذلك. لماذا؟ لأن الإطار المؤسس لكل هذه الحكومات مؤسس على أساس مشروع تخريبي، مشروع تدمير العراق وليس بناء العراق. 15 سنة كمية الأموال التي دخلت كوارد للعراق أكثر من تريليون دولار، ماذا فعلوا بها؟ أهدروها، فساد، خراب، دمار، الشعب العراقي من تخلف إلى أكثر إلى أكثر إلى أكثر، وبالتالي كل البنى التحتية انتهت بالصلاحية وانتهت بكل شيء. الآن عندما نتحدث، يعني عندما التظاهرات تخرج وتطالب بالماء، ليش الحكومة قادرة أن تعيد المي؟ هو يعني عصا سحرية وتعيد المي؟ الآن إذا أي حكومة هذه الآن اللي يعني، ودكتور هل 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 توفير الماء الصالح للشرب هل هو معضلة كبيرة أيضا؟ ليس معضلة كبيرة، لكن دعني أقول لك هو ليس حلا سحريا، يعني بعصا سحرية تعيد هذه القضية. هذه قضية تحتاج إلى شبكات المياه تنقل المياه إلى البيوت، تنقل إلى الأحياء، تنقل إلى المدينة. هذه الشبكات معدومة نهائيا، تحتاج إلى بنى تحتية، تحتاج إلى محطات تصفية وضخ، هذه غير موجودة. أنت إذا ما ردت الآن مشاريع تحدثون عنها، وشفنا هذه المسرحيات الآن في مجلس النواب اليوم والأحاديث التي مضحكة مبكية تبكي على حال الشعب العراقي، إلى أين وصل؟ إذا هؤلاء يحاولون أن يحلوا مشاكل العراق بهذه الطريقة البدائية المضحكة التي يضحكون بها على أنفسهم، يحتاج إلى مشاريع، إلى عمل، إلى نزاهة، إلى قدرة، إلى مشروع وطني يبني ولا يخرب، هذه غير موجودة. فبالتالي هذه التظاهرات وشرارتها هل ستنتقل إلى بنفس الحدة إلى كل المدن؟ نعم، بالتأكيد ستنتقل إلى كل المدن، لأن كل هذه الحكومات غير قادرة أن تقدم شيء. المواطن لديه قدرة من الصبر، مستوى من الصبر، وبعدها ينفجر. أهل البصرة صبروا لفترة معينة وبالتالي انفجروا، وأهل الناصرية كذلك، في ذي قار، في الديوانية، بالكوب، كل المدن العراقية اتهموا، وعندما انفجر الناس في الأنبار، في صلاح الدين، في ديالة، في الموصل، عاملوهم كأرهابيين ودواعش، ماذا يقولون؟ حتى الحراك في الجنوب الآن اتهامات بالدعشنة، أنه هؤلاء دواعش، أنه هؤلاء مندسين بعثية. نعم. إلى قضية داعش، وحتى داعش. هذه الكلام معيب، ما عادت الناس تتقبله، بالعكس هذا يؤجج الناس ويؤجج التظاهرات بطريقة أخرى، بطريقة قوية جدا، والمواجهة ستكون صعبة لهذه الحكومات. هذه غير قادرة وليس لها، ليس لها يعني ليس عندها قرار بتقديم شيء للمواطن عدا القبضة الحديدية. لذلك الآن كل الأحاديث تجري أنه ما حصل من حرق المقرات، وهذه طبعا قضية حرق المقرات وفيها كلام كثير، البعض يتهم الطرف الفلاني، بالتأكيد بالنهاية بالمحصلة
هم استفادوا من هذا الحرق، استفادوا من هذه الطريقة لكي يأتوا مرة أخرى ويتوعدوا المدينة ويتوعدوا الناس الذين. لكن دكتور كل الطبقة السياسية الموجودة، الحكومة وغير الحكومة، كلهم متضامنون ومتفهمون ومتعاطفون مع معاناة أهل البصرة، الكل يضرب الدموع عليهم أن هناك معاناة كبيرة في البصرة حقيقية. سأتحدث ربما بطريقة أخرى، يعني نعم السياسيين هذا ديدنهم، لكن أنت تتحدث المرجعية بطريقة غريبة عجيبة. كيف؟ يعني عندما يخرج ممثل المرجعية الكربلائي ويتحدث يقول الآن يعني افتهمنا شنو المشكلة بعد 15 سنة من خراب العراق، الآن تتحدث لي أنه افتهمت شنو المشكلة، أن المشكلة هي المي بالبصرة، وأن المشكلة أن المواطن العراقي صبر خلص إزاء المسؤولين ذولا، لأنه هذه حالة جديدة، يعني الحكومات ما تقدر تقدم، المواطن وصل إلى قناعة أنه هذه الحكومات ما تقدر تقدم شيء. دكتور طيب. أيضا ذكر المرجعية أنه إذا التشكيل القادم الحكومي نعم سأتي على هذا، نعم تفضلي سأتي على هذا. نعم. هو تحدث عن أنه هذه الحكومات وصل المواطن إلى قناعة أنه ما قادر أن تقدم شيء. نعم. ليش هي الحكومات اللي قبلها قدمت شيء وكانت المرجعيات راضية عنها، وكانت المرجعيات راضية عنها وأعطتها مباركتها، فلماذا وافقت عنها 15 سنة من الخراب هذا المتراكم؟ العبادي تحدث طلب فرصة، أن نعطى فرصة لإكمال المنجزات التي بدأنا بها، نحتاج مزيد من الوقت طبعًا. يتحدث عن إنجازات للبناء عليها. دعني بس أكمل قضية المرجعية وسأعود إلى هذه النقطة. في قضية المرجعية عندما تقول المرجعية أنه إذا كانت الحكومة اللي جاية وفق أسس المحاصصة فإن الوضع ذاهب إلى الخراب. نعم. طيب ما هي المرجعية وافقت على عملية سياسية ووافقت على دستور ودعت الشعب العراقي إلى الخروج والتصويت لهذا الدستور، الدستور الذي يقول أن البناء كله مبني على أساس المكونات والمحاصصة، ودعت إلى تبني العملية السياسية والعملية السياسية مبنية على المحاصصة. إذن هل المرجعية ضد العملية السياسية؟ إذا كانت ضد المحاصصة فهي ضد العملية السياسية، العملية السياسية مبنية على المحاصصة. نعم. وهي هذه حصة الشيعة، هذه حصة السنة، هذه حصة الأكراد، هذه محاصصة. إذا كانت المرجعية ضد المحاصصة وتريد حكومة غير محاصصية فإذا هي ضد العملية السياسية، عليها أن تدعو لإسقاط العملية السياسية وبناء عملية وطنية جديدة، وهذا وضع آخر يعني. أما فيما يخص حضرتك سألت عنه اللي العبادي يقول اعطونا فرصة لنكمل ما بدأناه من منجزات، من المضحك والمبكي أيضا أنه الآن يجتمعون لنعالج قضية البصرة. طيب ما البصرة مو مدينة جديدة اكتشفتوها الآن، البصرة يعني من تأسس العراق مدينة البصرة موجودة، والبصرة صار لكم 15 سنة أنتوا هامليها، إهمال متعمد، تدمير متعمد، خراب متعمد، الآن تعالجوها بعصا سحرية راح ندزلكم هالقد مليار، ندزلكم. لماذا لم ترسلوا هذه المليارات؟ يعني هو المواطن بالعراق يجب أن يخرج للتظاهر حتى تجيبوا له مي زين، حتى تجيبوا له كهرباء، حتى تجيبوا له خدمات. قال لم يصلنا ولا فلس. نعم. نعم محافظ البصرة. لذلك هذه القضية محاولة للضحك على الشعب. نعم. محاولة لشيطنة هذه التظاهرات، لجعل مطالب الناس وخروج المتظاهرين قضية لا تحتاج إلى كل هذه الهوسة ولا تحتاج إلى كل هذا الحرق. هناك لعب كبير بهذه القضية ومحاولة تسويف الوضع وجعل القضية قضية بسيطة. وعلى ذكر العبادي يقول أنه القضية فيها سياسة وفيها خدمات، ابتعدوا عن السياسة. ليش؟ مو هي القضية سياسية بالعراق من عام 2003، وأي قضية سياسية؟ ليش هي هاي القوى السياسية الحاكمة العراق هي اللي ما قدمت الخدمات، هي اللي دمرت العراق، هي اللي فزدت، هي اللي سرقت. سنتحدث أيضا عن قدرة الحكومة أو امتلاكها للمعالجات أو الأدوات التي قد تخفف من هذا الغليان الشعبي المتنامي، لكن بعد هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في التصاعد غير المسبوق في التظاهرات، تظاهرات البصرة. ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور عبد الحميد العاني ودكتور لقاء مكي. دكتور عبد الحميد العاني، هذا الحراك مرشح أن يتصاعد كما ذكر دكتور رافع، ويعني هذه الحقيقة الذي جرى في قبل يومين في البصرة نقطة يعني مخيفة ومرعبة. هل الحكومة تملك أدوات أو معالجات حقيقية على الأقل للتخفيف منه، لإقناع المتظاهرين أنه في الطريق هناك شيء جدي للتعاطي مع مشاكلهم وكوارثهم في البصرة وغير البصرة، يعني على الأقل تجسير الثقة المفقودة تماما بين قوى العملية السياسية وبين الرأي العام العراقي؟ نعم، أنا أؤكد على قضية أن هذه الأزمة هي ليست أزمة طارئة وإنما هي أزمة أصبحت مزمنة، هذا ما يتحدث به الناس، وهذا ما وصل إليه العراقيون اليوم قناعة كاملة بأن هذه الأزمة المزمنة هي ليس سببها ظروف طبيعية ولا عجز فلان أو فلان، وإنما السبب الأساسي لها هي الإطار كما سماه الدكتور اللي هي العملية السياسية. العملية السياسية بمحاصصتها بالتدخلات الخارجية، بالتدخل الإيراني والبناء الأمريكي والتدخل الأمريكي وحمايتها لهؤلاء الفاسدين الذين يتعمدون تخريب البلاد ونهب ثرواته لصالحهم، هو الذي تسبب في هذه. إذن هذه هي المشكلة وأساسها وسببها. إذا تغير السبب المشكلة وأصبح فيه حل، ستتغير هذه أو ستحل هذه المشكلة وغيرها من الحلول. لكن المواطنون اليوم يرون رأي العين ويلمسونه لمس اليد أنه لا يوجد هنالك لا تحرك من قبل هذه الحكومة ولا نية، لأنه الكل يدرك أنه هذه الحكومة والتي ستأتي، لأن التي ستأتي هي لا تختلف عن هذه، هي كما يعبر عنها كوبي بيست، نعم، نسخ ولصق، نفس الحكومات السابقة ونفس السيناريو الذي جرى يجري. وهذه التي ستأتي هي وإن تغيرت بعض الوجوه وإن تبادلت بعض المقاعد يعني بعض الأدوار والكراسي، لكن الإطار والعملية السياسية هو الذي لا يسمح. هؤلاء الموجودون ليس لديهم قدرة ولا الإرادة ولا عمليتهم السياسية تسمح لهم بأن يكون هنالك تحرك طبيعي، لأنه العملية الآن تحمي الفاسد، ولا يلتحق بهذه العملية السياسية إلا من يصبح في هذا القطار قطار الفساد، وعليه لن يستطيع ولا يمكن أن يقدم شيء. لذا نعم، نرى أن الناس قد تعاملت مع هذه الوعود بأنها وعود كاذبة ومهاترات فيما بينهم البين، وأن الحكومة ومن معهم من السياسيين يبنون أمل على أنه ربما الناس بعد المطاولة ستبرد ويتعبون على الوقت وتنتهي وعلى الأزمة. ربما الخيار على الوقت وعلى تعب الناس، نعم. وانتهاء أيضا قالوها أن أزمة الصيف ستنتهي بانتهاء فصول الصيف، وبالتالي الناس ستنتهي هذه مأساتهم ويرجعوا إلى بيوتهم، نعم. لذلك هذا إدراك حقيقة عند الناس حينما يعرفون ذلك يشخصون هذه القضية، فإذا الحل يكون بإزالة السبب. على ذكر التشخيص دكتور لقاء مكي، يعني بعد بلوغ هذا الحراك الشبابي هذه النقطة الخطيرة والحرجة التي جرت في السادس من أيلول قبل يومين، لكن المفارقة أن قوى العملية السياسية والحكومة الشركاء جميعا ما زالوا يتعاطون مع هذا الغضب والسخط الشعبي الكبير الذي خرج عن السيطرة الآن يعني تماما، التعاطي بوعود حكومية مكررة، طلب المزيد من الوقت، تبريرات هنا وهناك بمحاربة الإرهاب، الانشغال بقضايا أخرى، وتبادل الاتهامات بالمسؤولية عما آل إليه الوضع في البصرة وغير البصرة. هناك تشخيص للوضع في العراق منذ 15 سنة، هناك تشخيص بالفساد الحكومي، ضعف الكفاءة، عدم القدرة، عدم تقديم شيء ملموس للناس، تشخيص لكن بدون معالجات عملية جدية حقيقية. نعم نعم، هو أولا لا ننسى أن هذه الموجة من الاحتجاجات
جاءت في سياق سياسي ربما يكون فريد في يعني خلال فترات الاحتجاجات السابقة. إذا ما قررنا فيما في احتجاج تموز الماضي تموز الماضي كانت ما زالت آلية فرز الأصوات وعد اليدوي ومشاكل، لكن الآن نتحدث عن تشكيل كتلة أكبر وعن تفاوض تشكيل الحكومة. أعتقد أن الآن كل الأطراف تريد استغلال هذه المظاهرات أو الاحتجاجات من أجل تحقيق مكاسب سياسية، بدفع أولاً بدفع الاتهامات نحو الطرف الآخر باعتبار الطرف الآخر والمتهم، ثانياً بمحاولة جعل هذه الاحتجاجات خاصة من خلال طالب الشعب ومحاولة تناقض والحديث عن العقد السوري بالتظاهر. تلاحظ أن كل البيانات جميعها بالإطلاق صدرت في القوة اللي هي طبعا جميعا متهمة بالتقصير وجميعها مشاركة في هذا الخطاب، كانت تتحدث عن حق البصرة بالتظاهر وحق الناس بالخدمات وإلى آخره، وكأن المشكلة نزلت من الباراشوت وليس من خلال التقصير الحكومي. هذا اللي حصل ربما كان سبب في الخلاف السياسي أو تصعيد الخلاف السياسي. أمس قيس الخزعلي اتهم العبادي بأنه هو المقصر والطالب بالاستقالة وقال الطريق أصبح مسدود. اتهم سائرون بحرق البقرات، قال لماذا احترقت بقراتنا، وسائرون طبعا تابع للتيار الصدري لم تحترق، لم يعني يحرقها أصلا. الاتهام الأمريكان والسعوديين بشكل مباشر في التدخل في الأحداث، توجيه الأحداث، هذه كلها محاولات استغلال السياسي للأحداث. طبعا الآن حتى نزول الحشد إلى الشارع ببيان اليوم في الواقع هو محاولة لاستعادة هيبة فقدت تماما، لأن حرق المقرات وحرق الصور وكلها حقيقة يؤدي إلى إسقاط هيبة الطرف الحشد الشعبي كطرف فاعل ذو نفوذ في عيون الناس. بالتالي هذا الطرف يريد أن يستعيد الهيبة فنزل للشارع كي يفرض أو يحاول يستعرض القوة. أنت نزلت اليوم لما انسحبت كثير من الأطراف طلبت سحب قوات يعني أو أفراد بطاقات المحامين على سبيل المثال وبعض التنظيمات وحتى القوم العشاية، أعتقد أن هناك صفحة مقبلة، لكن هذه الصفحة قد لا تكون شعبية بالكامل. أعتقد أن الصفحة المقبلة قد تكون سياسية بين قوى سياسية لا سيما بين قوات الجيش والميليشيات. مثل هذا التصعيد أصبح ممكن ووارد، من يسيطر على الشارع، لأنه بالنهاية مفروض أن قائد عام واحد كيف ينزلون بدون موافقة. أعتقد أن هذا الخيار هو الوحيد أو الأكثر أما نعم. استمرار حركة الاحتشاد أو الاحتجاجات فهذا يتوقف حقيقة على منظميها، لأنه بالنهاية هي ليست فقط شعبية يعني عفوية، هي فيها تنظيم بقدر معين وفعلا هي منظمة. حتى حرق بعض البيوت والمقار كان دروس يعني لم يكن اعتباطيا، بالتالي كانت منظمة بشكل واضح. أشكرك. أظن أن حتى امتدادها للمحافظات الأخرى نعم. يعني يرتبط باستئنافة في البصرة، وهذا يعني ما أعرف ربما لن يحصل خلال يعني نعم. الفترة القريبة المقبلة. شكرا يعني دكتور. إلا إذا ما استمرت. نعم. أشكرك دكتور لقاء مكي، ويعني آسفين على الصوت لم يكن بالوضوح يعني المطلوب. شكرا دكتور لقاء مكي. دكتور رافع الفلاحي، يعني ثمت رسالة واضحة أراد المتظاهرون أن يبعثوها بهذا الإحراق، إحراق مقرات الميليشيات وفرق الموت وقيادات من الميليشيات أو في الأحزاب ومقرات الأحزاب الطائفية، وكان هناك أيضا تركيز على القنصلية الإيرانية في البصرة. هل ثمت رسالة؟ هل هذا الحرق كان عبثيا بدون رسالة؟ لا، الرسالة واضحة، وهي يعني حتى هتافات الناس كانت تعبر عن الرسالة، أن كل هؤلاء الذين استهدفوا بهذه القضية هم
من يتحملون مسؤولية الأوضاع السيئة في العراق هم من يتحملون دمار العراق، مأساة العراقيين، ضياع العراق، ضياع هوية العراق، هيبة العراق، أمواله، خرابة، يحملونهم المسؤولية. فلذلك هم استهدفوا الناس الذين يعتقدونهم يعني صائبين في هذا، صواب هذا، قرار صائب، لأن هؤلاء هم الذين يتحملون كل هذه المسؤولية. ربما في قضية القنصلية دعني أتحدث بهذا الموضوع خلال 3 بيانات. يعني أهل العراق، أهل البصرة، أولاً علي أن أقول أنه أهل البصرة والعموم العراق لم ينذاعوا أو لم ينصاعوا لما أرادته إيران طوال 15 سنة. 15 سنة تتحرك إيران بالعراق بكل حرية وتحت مظلة الشيطان الأكبر وتحت كل المظلات، تحركت بحماية من كل الجهات اللي موجودة في العراق وخارجها، تحركت بكل حرية ومارست كل الطقوس التي تريدها، لكنها مع أول مواجهة بعد 15 سنة ظهر الشعب العراقي يرفض إيران، وإيران برا، وإيران غير قادرة أن تحكم العراق، والعراق لا يمكن أن يسلم رقبته لإيران. وهذه الرسالة كانت واضحة. دكتور، هنا نقطة لافتة، كان الإعلام الطائفي، الخطاب السياسي والإعلامي يحرض على دول عربية أن هذه الدولة هي المسؤولة عما يجري في العراق، مسؤولة عن الإرهاب، مسؤولة عن التفجيرات، مسؤول. بعد 15 سنة يبدو أن الفهم المجتمعي أو الشعبي كان متقدما على هذا التأليب أو التحريض، عرف أين أس المشكلة. بالتأكيد بالتأكيد كان هناك على الأقل في القريب العاجل كان هناك تحريض إيراني للشعب العراقي ودعوة للشعب العراقي أن تظاهروا لنصرة إيران ضد أمريكا، لأنه ده تحاصرنا، لأنه عندها قرارات ضدنا، لأنه فطلعوا يا شعب العراقي تظاهروا نصرة لإيران. بالتالي يطلع الشعب العراقي يشتم إيران ويريدها أن تخرج خارج العراق. هذا التطور اللافت. نعم. والقضية الأخرى اللي يعني أشرت لها، أريد أن أتحدث عن 3 بيانات صدرت في هذا الخصوص. البيان الأول من وزارة الخارجية العراقية، تحدث به الناطق الرسمي أو المتحدث باسم الوزارة، تحدث بطريقة غريبة عجيبة، قال هو البيان بائس وهزيل الحقيقة. نعم. تحدث قال إنه هذا تطور غير مرضي عنا، لأنه لا ينسجم مع واجب الضيافة الوطنية للبعثات. السؤال هنا، هل إيران تمثل بعثة فعلا؟ هل إيران طوال 15 سنة كل هذا الخراب والميليشيات والدمار تمثل بعثة، والشعب العراقي أساء لهذه البعثة ولذلك خرب العلاقات مع إيران، أم أن هناك تغول إيراني لكسر شوكة العراق ولضياع هويته وسلب كل شيء؟ أيوة. ولماذا لم تهاجم قنصليات لبلدان أخرى؟ نعم. ما هو هذا البيان الآخر اللي هو من الخارجية الإيرانية، دعا كل أتباع أو رعايا إيران إلى مغادرة العراق. وهذا مضحك يعني الحقيقة. أنا لما سمعت البيان فكرت مع نفسي، طيب إذا الخارجية الإيرانية تدعو رعاياها لمغادرة العراق، هل ستغادر هذه الميليشيات العراق؟ هل مطلوب أن تغادر؟ هل سيغادر قاسم سليماني هذا اللي يصول ويجول بالعراق؟ هل سيغادر هادي العامر اللي قاتل العراقيين والآن يريدون يسووا رئيس وزراء؟ هل سيغادر كذا وكذا ووزراء وسفراء ومسؤولين وأمنيين، يعني 3/4 الحكومة كلهم يمتلكون الجنسية الإيرانية؟ هل سيغادرون؟ هم رعاياهم أم ذولا غير شكل؟ هاي النقطة. البيان الآخر هو بيان الحشد، بيان واضح وكأنه كان ينتظر هذه قضية الحرق لكي يخرج هذا البيان. وما تحدث عنه الدكتور لقاء، قال استعراض للقوة، فعلا هم سيخرجون ونزلوا الآن استعراض القوة، لأنه في البيان حديث واضح لماذا يعني قيل وبأي لغة كتب هذا. يتحدث عن أن هناك مجاميع ملثمة، لا يقول طبعا، إذا قال أنه شاهدنا مجاميع كذا سيقولون أكو تسجيلات وفلان وفلان تجيبوهم وشوفوهم بالكاميرات ويعرفوهم واحد واحد ويحيلوهم للقضاء إذا كانت دولة. نعم. ويحال لا، قال ملثمين. نعم. لكي يستهدفوا الجميع. نعم. بحجة أن اللي هاجموا ملثمين. وماذا هاجموا؟ قال هاجموا المستشفى
سرقوا الأجهزة الطبية وتعدوا على على المرضى. هناك 4 أو 5 متظاهرين تم قتلهم خلال من أمس إلى اليوم. نعم. إذن يعني اغتيالات. هذا وعد ينفذ لإيران. نعم. لأن القنصلية حرقت. فبالتالي البصرة يجب أن تستباح وأن تستباح كل المدن التي تقف ولتحرق العلم الإيراني وتحرق صورة خامنئي بهذه الطريقة. على ذكر المدن دكتور، في كل المجابهات من 2003 إلى اليوم كانت المجابهة الشعبية مع قوى العملية السياسية تتم فرادة من قبل المدن، إما مدينة واحدة أو مدينتين أو 3، وبالتالي هذا يسهل على السلطة أن تسحق هذا الحراك وتبطش به كما جرى الآن في البصرة. البصرة لوحدها هي في مجابهة شرسة مع الميليشيات وفرق الموت ومع الحكومة. يعني هذه القضية يعني ربما يعني لن يكون هناك حراك يؤدي المطلوب منه. بالتأكيد يعني هذا الذي نسمعه اليوم حقيقة، وهذا جزء من تنامي الوعي لدى أبناء الشعب العراقي، ظهر اليوم عندنا في تظاهرات البصرة، فنسمعه عند كثير من الناشطين وهؤلاء المتظاهرين أحيانا حتى هكذا لقاءات مع عوام الناس، يدلل على هذا الوعي، وهن ويتذكرون هذه التاريخ الماضي خلال 15 سنة ويقولون وهم يؤنبون أنفسهم ويدعون الآخرين إلى عدم تكرار الذنب أو المأساة، وهو عدم ترك الحكومة أن تتفرد بهذه المحافظة وتلك كما حدث في الزرقة. نعم. وتفرد المالكي بمأساة الزرقة والبقية كلهم سكتوا، وكما تفرد في وقتها المالكي ومن جاء بعده بمحافظات الأنبار وديالة وصلاح الدين، فهم يقولون يعني أهل البصرة هم يقولون أنه لا تتركونا أيها الناس لا تتركون، لأننا لا نتحدث عن أزمة ماء البصرة وإنما عن أزمة وطن، وبالتالي عليه لا بد أن يكون هنالك تحرك شعبي عام. أشكرك. تغيير هذه المعادلة، تغيير سبب المشكلة، وهذا نسمعه حتى في بغداد على ضعف هذه. لذا التغيير الحقيقي يكون حينما يكون تغييرا عاما في كل المحافظات، وهذا ما يدعو إليه كثير من هؤلاء المتظاهرين في البصرة وفي غيرها من المحافظات الأخرى على ضعفها. شكرا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، كان هنا في الاستوديو في طاولة حوار. وشكرا للدكتور الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي، وكان معنا من الدوحة عبر الهاتف في هذه الحلقة التي بحثت في التطور اللافت والحدة والشراسة في التظاهرات التي جرت في البصرة. نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليمدنا بخلاصة ما جرى من النقاش في هذه الحلقة. دكتور، هذا الحراك الموجود الآن في البصرة وفي مدن أخرى لكن بهذه الشراسة والحدة طبعا حدث في البصرة في اليومين الماضيين، ماذا لو أن هذا الحراك تراجع أو خفت أو أنه توقف في منتصف الطريق؟ هل ثمة مخاطر هنا على هذا الحراك على المنخرطين فيه؟ وماذا لو استمر؟ كيف يمكن لتخيل المنظر أو المشهد في العراق في الأيام القادمة؟ أولاً على من داخل البصرة، من أهل البصرة الذين يدعون إلى يعني الكف عن هذه التظاهرات والابتعاد عنها حفاظاً على أولادهم، أو هؤلاء عليهم أن يخرجوا جميعاً مع أولادهم لكي يحموهم. أنت تريد أن تحمي أولادك، أخرجوا جميعاً. هذه الجموع الكبيرة عندما تخرج لا تستطيع أي قوة أن تجابههم، لا تستطيع أي قوة أن توجه النيران إليهم. وهذا ما حدث يوم 6/9، هذا عجزت الحكومة والميليشيات. وهذا يعني اقرأ تاريخ كل التظاهرات. نعم. كل العالم ستجد هذه الحالة. نعم. عندما يزداد العدد، عندما يكبر،
لا تستطيع أي قوة أن تقف، ستفكر ألف مرة وستراجع عن أي قرار كان، ومهما كانت القوة التي تدفعها لارتكاب جريمة لن تستطيع أن ترتكب جريمة. هذه النقطة الواحدة، عندما تريد أن تحميهم أخرج معهم. والعكس هو صحيح، هذه الحقيقة. نعم. أن تقول لهم ارجعوا إلى البيوت لحمايتكم، لا، سيأتون إليهم للبيوت ويصطادونهم واحدا واحدا. النقطة الأخرى، إذا ما تراجعوا الآن واضح هناك تحدي، هناك كسر عظم مثل ما يقال. هذه القوى فقدت هيبتها، فقدت قدرتها التي كانت، هذه الكرتونية التي كانت تدعيها، الآن في محاولة للاعتداء على الجميع إلى فرض قوتها، الذراع القوية، هذه قدرتها في الذراع القوية. هم يراهنون على ثلاثة أمور الآن، يراهنون على الذراع الأمنية الميليشياوية الضاربة أن تنزل إلى الشارع وتنتقم وتقتل، وبياناتها واضحة، حددوا بذلك الميليشيات. والثانية مثل ما قال الدكتور عبد الحميد، اللي هو الصيف، سينتهي الصيف والأزمة تنتهي، والآن موسم عاشوراء، ستأتي المواكب الحسينية ويمكن أن يلهون الناس بهذه الطريقة. هذه ثلاث قضايا هم يراهنون عليها، لكن هي اليد الباطشة الأمنية الباطشة. نعم. فعلى الجميع أن ينتبه أنه أي تراجع في هذه القضية سيجعل هذه اليد تمتد وتضرب بقوة، وانتحار للحركة، وانتحار لكل لمطالبهم، لكل فرصهم في الحياة. الآن أنتوا دافعتوا عن فرصة، استمروا في الدفاع عنها، وليخرج الجميع في كل المحافظات ساندوا أخوتكم، لأن مصيركم واحد، مشكلتكم واحدة، الكارثة واحدة. أشكرك دكتور، نلتقي في الأسبوع القادم. شكرا جزيلا.